أنا في مسرح محمد الخامس أحد التقنيين سولني واحد السؤال، الفن اللي تتقدم على أي لون موسيقي محسوب؟ واش تعرفوا شنو هما الألوان الموسيقية اللي عندنا في المغرب؟ خليكم معي. تنتكلم على الموسيقى في المغرب وماشي الموسيقى المغربية. Music in Morocco and not Moroccan music. عندنا 6 العائلات كبرى. الأولى هي الفولكلور، كلمة مكونة من كلمتين فولكلور، التراث اللامادي للشعوب. المغرب يعتبر من أغنى دول العالم في الفولكلور باختلافاته من الشمال الجنوب الغرب الشرق الوسط. جوج، الموسيقى العالمة نقدروا نحدوها في 3 الألوان في المغرب، الطرب الأندلسي المغربي بشقيه الآلة والغرناطي، هذا واحد. جوج، الملحون، وثلاثة، السماع. أيلي حياني أيلي حياني. اللون الثالث هو الموسيقى المغربية العصرية، وهي موسيقى بدأت في 50ات القرن الماضي. كان عندنا واحد الموسيقي مصري سميتو مرسي بركات، كنت يعزف القانون، طلب منه محمد الخامس الله يرحمه أنه يكون له فرقة عصرية في المغرب، أسوة بما كان يقع في الشرق، وبعد ظهور الجراموفون وبعد أفلام البردة البيضاء محمد عبد الوهاب وسمهان وخلافه. فالموسيقى العصرية تعتمد على الإبداع في الكلمة واللحن والغناء. عادة تكون فرقة موسيقية يتوسطها مطرب واحد يعزف العود، عادة تكون هو الملحن. والمغرب عنده واحد ريبرتوار غني جدا بالأعلام ديالو من الخمسينيات حتى اليوم. اللون الرابع، الموسيقى الشعبية بشقيها المدني والقروي، لا ميوزيك سيتادين اي لا ميوزيك رورال. الموسيقى الشعبية هي موسيقى قديمة حديثة، قديمة في الروح ديالها وجديدة لأن دائما تضخ فيها دماء جديدة. عندها 6 الروافد، الرافد الأمازيغي، العربي، الأندلسي، اليهودي، الحساني والإفريقي. وإلى لاحظتي هادو هما الروافد الهوية المغربية كما ينص عليها الدستور. اللون الخامس، الجيل. الجيل هو لون غنائي مغربي تفرد به في المغرب ودار واحد الثورة كبيرة في العالم. وعلى ذكر الثورة، أنا أعتقد أنه هو أصلاً ثورة اجتماعية واكبت حركات التحرر اللي وقعت في 70ات القرن الماضي في أوروبا وفي العالم، ومن أبطاله بيانسيغ ناس غيوان، جيل جلالة والمشاهب وغيرهم. اللون السادس والأخير، لا نوفيل سين، الساحة الجديدة، الروك، الإرنبي، الراب، الهاوس، دي جي وخلافه. هذه ألوان شاركنا فيها مع واحد المجموعة كبيرة ديال الدول في ظل العولمة الثقافية موجودة بكثرة بين الشباب ديالنا وخلت العالم كله لنا تنشبهوا لبعضياتنا. نحن حضارة نعتز بماضينا وننفتح على جديدنا وعلى أولادنا. أنا فقط أتمنى أنه في كل إبداعاتنا الموسيقية بكل تلوينها تكون حاضرة الهوية المغربية.